أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة مسيرة التطوير الرياضية في مملكة البحرين في ظل ما يحظى به القطاع الشبابي والرياضة من دعم لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي شكل الرافد الأساسي لوصول الرياضة البحرينية إلى مستويات متميزة، منوها سموه بأهمية تعزيز روابط التعاون والتنسيق مع المنظمات القارية والدولية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين بحضور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث رحب سموه برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأشار حفظه الله إلى الدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي في تطوير كرة القدم الدولية وتحقيق أهدافها وإسناد كافة الجهود المبذولة في هذا المجال، لافتا إلى أهمية مواصلة جهود تطوير كرة القدم ومنظومتها المتكاملة بالقارة الآسيوية. كما نوه سموه بالتعاون القائم بين الجهات الرياضية البحرينية والاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي كان له الأثر في تقدم رياضة القدم البحرينية وتميزها بما يتسم به أبناؤها من روح التفوق والعزيمة في المحافل الرياضية. من جهته أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من رعاية واهتمام بتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومواصلة تطوير كرة القدم بالقارة الآسيوية، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكرة البحرينية متمنيا لها تحقيق المزيد من الإنجازات.